تعالوا نشوف بعين واحد من الناس اللي اتقبض عليهم وخدوا لفه في عربيه ترحيلات لمده نص ساعه ايه اللي حصل بالظبط، ويحكي لنا المشهد عشان نعرف اذا كان قبض عشوائي ولا كان فين رايحين ياخدوا مين. وهو زميلنا الكاتب الصحفي والمحرر الزميل الاستاذ سامح حنين. مساء الخير يا استاذ سامح. يا استاذ محمد ازيك؟ مساء الخير. الحمد لله، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه رايك في الفسحه بتاعت عربيه الترحيلات دي؟ عظيمه. اتبسطت محمد وانت بتتكلم؟ عايز اقول لك كم مفردات انت بتقولها، مش عارف ابدا من اي مفرده فيهم. انت اديت كم مفردات كبير جدا يا محمد حقيقه بجد. ارتباك، فوضى، علامات استفهام، مساحات فاضيه الناس بتسال عليها، خوف، مش عارف ابدا منين. بس يعني انا عاوزك تبدا تحكي لنا، تحكي لنا ايه اللي حصل بس بالظبط. المشهد كان امبارح عامل ازاي؟ هو طبعا نص ساعه، انا خدت ساعتين ونص مخمضه، كانوا صعبين جدا، صعبين جدا الحقيقه. يعني من 10 ل 12 ونص مساء في دايره قطرها تقريبا كيلو واحد بالظبط، عربيه بتلف في نفس الشوارع، نفس الشوارع، نشوف نفس الشوارع، نفس التفاصيل بتاعتها، ونلف ونرجع ونلف ونرجع ونلف ونرجع. واللي بنشوفهم الضباط سواء قبل وبعد ما نزلنا بنشوف في عيونهم اصلا حاله الارتباك اللي كنت بتقول عليها. هو مش عارف ومش فاهم وما عندوش معلومه، وماسك موبايله طول الوقت بيحاول يستفسر كانه اي واحد في الشارع المصري. يعني في جزء من اللي نزل يقبض على الشباب في الشارع هو ما عندوش اي معلومه، ماسك موبايله مستني يعرف هيعمل ايه. انا مهتم جدا يا سامح تشرح للناس لحظه اللي حصل على القهوه. ايه اللي حصل على القهوه؟ يعني جه حد خد الناس كده؟ هل تم فحص البطايق اي حاجه؟ تم فحص البطايق طبعا. هو فجاه القهوه احنا متعودين طبعا على وسط البلد نشوف عربيات ترحيلات وميكروباصات بتعدي يعني بس ما فجاه لقينا العربيه ترحيلات كبيره واقفه سدت مدخل الشارع. انا طبعا شفت راجل جاي لي بشكل واضح جدا، تقريبا ما اعرفش بقى كان يعرفني، ما حد شاور له، ما اعرفش. بس هو جه قبل ما يشوف بطاقتي، انا صحفي يعني هقول له صحفي، مش هقول له بطاقتي انت مين الاول، لابس مدني. بس يبدو ان كان عددهم ضخم. يعني انت في اللحظات زي دي بتقول بلاش عمليه تخش في صراع معاه، لا بطاقه اهي، اشوف صحفي فالطبيعي يقول لي اتفضل. يعني ده اللي تعودنا عليه المفروض، او المفروض يكون بيحصل في اي دوله يعني محترمه يعني. فشاف البطاقه، هو بيشوف البطاقه، هو اصلا ماسك في دراع اليمين بشكل غريب كانه مكلف ان قبل البطاقه هذا الرجل يكون موجود معانا في العربيه. فاتفضل معايا يا فندم، استاذنك بس الموضوع، انت مين؟ ما بيردش. حضرتك مين؟ ما بيردش. ناس من اللي واقفين ما اتكلمونا، قلنا مين؟ انا اسمي سامح حنين صحفي. مفيش حد بيرد، مفيش حد بيكلمه، مفيش حد بيقول اي معلومه خالص. قال اتفضل، كل اللي طالع عليه اتفضل اتفضل. طبعا انا شايف اصدقاء بيتاخدوا جنبي، وفجاه بينا في الميكروباص، وفجاه اتحرك من شارع داخلي كده من معروف وشامبليون، طلعنا على خالي ثروت. طبعا زي افلام الاجنبيه بالظبط، سامعين اصوات كبيره، اقف رجع العربيه بظهرها، جاب عربيه الترحيلات، نزل من الميكروباص، اركب في الترحيلات. طبعا هو قبض على اكبر مجموعه خونه في مصر. هو يلا بقى نخبيهم قبل ما حد ياخد بالهم، قبل ما يفجروا حاجه يلا ناخدهم. جبنا عربيه ترحيلات خانيه جدا طبعا، ويعني الناس اللي ما دخلتش قبل كده يعني تصور ان العربيه دي ضيقه جدا، ما فيهاش منافذ غير صغيره جدا. العدد ضخم اللي دخل، كنا حوالي 13 في البدايه. بعد مخبضه ضخمه ولف الشوارع وصلنا لقصر العيني عند قهوه الفلاح، دخل مجموعه ثانيه تقريبا 7 أو 8 منهم زميلنا مخلوف وكاريكاتير المصري اليوم. العربيه عادتها زاد تقريبا 22 واحد، عربيه صغيره، النفس مكتوم جدا. وشخص بيقود هذه السياره طول الوقت ما عملش حاجه، ان هو بيفرمل كانه متعمد ان هو يعني ايه يمرجحني جوه ويقرفني ويكرهني. لكن استمر الموضوع ده من 10 ل 12 ونص حقيقي بلا توقف. حقيقي عدينا على كل الاقسام في المنطقه، الازبكيه، قصر النيل، السيده، القهاوي اللي في المنطقه كلها، ورجعنا لعماد الدين من الصحفيين الموجودين. دي كانت الحقيقه محمد اكتر حاجه مؤلمه بقى، اللي هو احنا صحفيين وفي محامي، القناه اتكلمت طبعا عندي، النقابه اتكلمت، فدول هينزلوا، لكن اللي هم بلا نقابه وبلا ما نزلوش فيها مؤسسه ما تحميه هيكمل مخمضه للصبح عادي جدا. طب سؤال يا سامح، محدش فاهمك انت اتقبض عليك ليه وتم اخلاء سبيلك ليه؟ ما نزلت بقى، نزلت حاولت اسال الضابط، قال لي انت مين؟ قلت له سامح حنين الصحفي. قال لي فين؟ قلت له انا مدير تحرير قناه سي بي سي، برنامج كلام الناس سي بي سي. قال لي طب اتفضل امشي. قلت له ما افهم طيب يعني. قال لي اتفضل امشي، اتفضل امشي حضرتك، اتفضل امشي. قلت له مش هعرف امشي لان انا في زميل هو ملوش في اي حاجه خالص، انا دعيته يشرب معايا قهوه.
هو شغال في شركه بدون ذكر اسم، شركه خاصه. دعيته شرب شاي، هو موجود فوق، هو مش عارف هو موجود فينا ليه، ده عنده متجوز وعنده طفلين المفروض يرجع لهم بعد شويه بتاع. طبعا ولا تاني بتكلم، مسك التليفون. طيب خد اسمه. اذا لسه بندور في نفس الدايره المفرغه، وكل نقدر نقوله ان احنا نقول لك الحمد لله على السلامه بعد هذه الرحله اللي كانت في شوارع وسط البلد والمرجحه اللي اتمرجحها سامح حنين، وفي انتظار ان حد يوضح للناس هو ليه اتقبض عليهم وليه تم اخلاء سبيلهم.